السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته، تفضل. أنا اسمي محمود غزال، أريد التحدث مع الشيخ مصطفى، عندي سؤال. معك، تفضل. كيف حالكم شيخ؟ بارك الله فيك. وفيك، تفضل. شيخنا، أنا ابني عمره 2 ونصف، ولمست فيه أنه عنده يعني قوة في الحفظ، يعني بحيث أنه الآن يحفظ بعض سور القرآن الكريم من الجزء الجزء 30. كيف ابدا معه بدايه منهجيه لحفظ القران في هذا العمر؟ هل تنصح اني انا ابدا معه الان بشكل منهجي ولا استنى عليه شويه؟ كم عمره؟ 2 ونصف. لا تشق عليه الان. نعم، لا تشق عليه الان، بارك الله فيك. اذا حفظته سوره قل الله احد، سوره النصر، لكن لا تضغط عليه، الله يكرمك. هو يحفظ سوره عبس والفجر وسوره الليل، ولكن عنده يعني لا طبعا بعضنا خارج الحروف. لا تشق عليه من الآن، الله يغفر لك.